خلينا نروح لوين؟ وين؟ للشاي. يلا. كيف انت والشاي؟ انا بحب الشاي. ايش اخضر احمر؟ انا بحب الابيض. ابيض؟ يعني هذا اقل صفه. في ناس بتحب شاي بالشاي الابيض بالياسمين. بالياسمين. في ناس تحب مرميه، ناس بنعنع. مرميه بالشتاء. بالشتاء. ايش النعنع بالصيف؟ والله هيك هو. هيك انا هيك مقسميته. انت هيك مقسميته. انا صفنت يا ربي. قال ليش هيك؟ نحكي مشاهدينا اكثر عن الشاي. قصة الشاي طبعا بترجع لبعض من الأساطير بتحكي كيف هي وجدت الشاي، ولكن بعض هاي الأساطير موجودة بعد الثقافات الآسيوية وتعد جدا مهمة عندهم. لنرجع أكثر لوين اكتشف الشاي. هي بلش اكتشافه في مدينة تسمى يونان. هاي المدينة موجودة بالصين. بهاي المدينة اكتشفوا الشاي واكتشفوا أوراق الشاي، صاروا يشوفوا كيف أنه هذا الاشي ممكن ان هم يغلوه او ممكن كيف يستعملوه. فمن هاي المدينه بلش الشاي، ومن هاي المدينه بلش اكتشاف الشاي، بلش يتصدر. صحيح. هاي الشاي، وهي طبعا من الاساطير، وهي ببعض الدول الاسيويه تعد ليش كثير مهمه، عشان الشاي شيء من الثقافه عندهم طبعا، وحتى بالصيني بيقدموه، اللي هو نوع من انواع الاواني بتكون كثير رفيعه وكثير رقيقه ومذهبه. وكان في اسطوره كانت تحكي انه الامبراطور شانغ يونغ كان عم بيشرب يوم مي مغليه. طبعا. لانه هو لازم عندهم مرسوم انه يشربوا المي مغليه، فطارت ورقه الشاي ووقعت بفنجان هذا الامبراطور. جميل. وشربه لما شافوا كيف تغير اللون وطعمه زاكي، فصار عندهم شاي. جميل. يعني في كثير اساطير وروايات حول كيف اكتشف الشاي ومن بلش، ولكن يعني في كثير ناس بحبوا الشاي. في ناس عندهم اوقات كيف يشربوا الشاي، تلاقيه مثلا مع الحمص والفلافل. احنا هون عندنا، نيجي هلا لعنا، الاساطير هناك عندهم اجواءهم الخاصه، احنا عندنا اجواءنا الخاصه. فطور هيك صباحي اسمع مع لبن مدحبره وهيك. أيوة. نعنع والتغميس. الله صار الواحد قلجع. الله يسامحك هيك الطابون قال يكون. الله يسامحك يا احمد. في ناس عندهم هيك بالليل على رواق، صح، يحط لي كاسة هات شاي ويقعد هيك على الترس على إشي هيك، لازم يروق يعني جد. وحتى ببريطانيا تحديدا عندهم التي تايم، صح، أو التي بارتي. هاي بس شاي مع الإنجليش كيك أو الكب كيك أو شو ما كان، وبيشربوا بتصير هاي. صح. يعني أنت عازمه منسف هناك. شو هاي تقدر. وكاسات الصيني اللي عليها مذهب الفرزاتشي بتطلع، وفي شيء بيتقدم بالكريستال. يعني لا وضعهم كثير منيح بالشاي. احنا هون روحي مثلا على زي دول الناس المحلات اللي بيصنعوا القهوه وكل عندهم مشروبات، احكي له شاي بيشحرك انه انت جاي تطلب شاي بهالكبره. يعني اخي عادي، انا جعبالي شاي يعني عادي. اسمع، بتذكر جد ستاتنا، هلا احنا بنمسك كاسه الشاي هيك، او نمسك كاسه الشاي هيك، كانوا يمسكوها هيك ويشربوها. بعدين كلكم غير المقات هدول. يعني احنا مثلا ممكن تعودين مقات. في عندك كاسات الشاي هاي الصغير اللي بتيجي من فوق، بتيجي خسر في استكان. أيوة. استكان بتلاقي ايش كمان لازم يعبي الاكسجين، يعبي الهواء هيك من فوق. ايوه يشرب واكرك عجم هاي. طبعا طبعا اسكى. الله يسامحكم. بس كلكم والشاي على فحمكم ثاني. وهي بعد المشاوي. هي بعد المشاوي قصة، يعني نورجيهم البريطان كيف التي تايم عنا له قصة. طبعا في كثير فوائد للشاي. صح. فوائد عديدة، ولكل نوع له فوائد الخاصة فيه، زي الشاي الأخضر، شاي بالياسمين، اليانسون، في كثير أنواع وأصناف من الشاي. حتى بس تحديدا الله يسامحكم، صار بدي كاسه شاي. حتى بتشوف انه بلشوا يتفننوا بالمكونات المضافه للشاي. صحيح. بلشنا بالهيل، بلشنا ايضا بالامور او الاعشاب العطريه تحديدا، بلشوا يضيفوا الزعتر والى اخره. قديش انه حتى بحبش يشرب هذه الاعشاب العطريه تحديدا، بيشربوها مع الشاي حتى هيك يدخلوها. صح. بشكل مفيد وزاكي مع العسل.